سلام البنات، اتمنى تكون على خير جميلاتي. اليوم جبت لكم وصفه سهله وسريعه واعطاء نضاره وتفتيح البشره في اقل من اسبوع. طبعا هذه البشره البنات غادي ديروها من الليل ليل، يعني غادي ديروها عاده تكون عندكم من الليل ليل. غادي نخلطوهم مع بعضياتهم ونحطوها في واحد العلبه نحتفظوا بها ونديروها من الليل ليل. تقدري ديريها حتى اليدين ديالك الا كنتي كتعاني من الاسمرار. وكنتمنى الوصفه تكون عجباتكم وراجد سهله وسريعه وكنحماق عليكم.